كل ما لدي الآن. أريد مزيد. آسف. عمتي عمتي، ما الأمر؟ أريد أزهارا كثيرة. أزهارا كثيرة بيتر؟ هل ستقيم حفلا؟ لا لا، لقد طلبتها مني مديرة المدرسة لعيد ميلاد الآنسة سالي. حقا؟ حفلة للآنسة الصغيرة؟ نعم، أسرعي لو سمحتي. حسنا، إذا كان احتفالا سأعطيك سعرا جيدا. شكرا عمتي. هيا اسحبي. هنا هنا. حسنا اسحبيه من فضلك. لوتي رجاء اعطيني الدبوس. حاضر. اين تؤلم؟ لقد اخطات. لافينيا اكتبي هذا. لن افعل شيئا لحفلة عيد ميلاد سالي ابدا. هذا مضحك وسخيف. افسحوا الطريق. ما أجملها. هذه الحفلة مبالغ فيها، أستغرب كل هذا الاهتمام. آنسة مانشين، هل هناك شيء أفعله لك؟ لا بأس، أطباق الحفلة الخصوصية قيد التحضير، أليس كذلك؟ ها؟ طبعاً، أعمل قدر استطاعتي سيدتي. إذن سأتذوق. لذيذ، طعمها لذيذ، أنا متأكدة أنها ستسعد الآنسة سالي. أريد خبرتك في طهي اللحم. بكل تأكيد. إيميليا إيميليا. أستغرب ما بها، لم تأتي أبدا لتذوق طعام تلميذة من قبل. نعم إنها مبتهجة كأنه عيد ميلادها. من الطبيعي أن تبتهج الآنسة مينشن، لأن الآنسة سالي أصبحت وريثة مناجم الألماس، وبسبب ذلك أنشغل كثيرا. أتوقع زيادة في رواتبنا عن قريب، والفضل للمليونيرة سالي. أنت على حق. أخشى أن تذهب أحلامي. ماريت، أنا سعيدة أن الآنسة مينشن ستقيم حفلة عيد ميلاد لي، ولكنني مرتبكة لهذه المبالغة، أفضل البساطة دائما. لكن يا آنستي، متأكدة أن الآنسة مينشن تظن أنك تلميذة مهمة لأنك ابنة صاحب مناجم الماس. ماريت، إنه عمل والدي، من المضحك جدا أن أعامل بطريقة خاصة لهذا السبب. تفضلي. سالي. أنسة إيميليا. يليق بك كثيرا يا حبيبتي، ما أجمله. مثل الأميرة. شكرا جزيلا. هيا بنا الآن، الآنسة مينشن تنتظر على أحر من الجمر لرؤية الثوب الذي اشترته لك. فيكي أخبري بيتر. نعم أنسة إيميليا. ما أجملك. تفضل. عفوا، أنهت سالي ارتداء ملابسها، تفضلي. ما أجملها. سالي إنه رائع. يا إلهي، ما أجمله. جميل جدا يا آنسة سالي، إنه يستحق ثمنه، أليس كذلك؟ شكرا جزيلا لك آنسة مينشن. سأذهب لأرى كيف تسير الترتيبات.
آنسة كروي، اليوم مختلف عن حفلات عيد ميلاد التلاميذ العاديين. لقد تم تجهيز حفلة خاصة لك. نعم، وصلتك هدية. يا إلهي من أبي، ما أسعدني. تفضل. بيتر، احمل هذه العلبة إلى قاعة الحفلة. حضر أنسة منشن. هيا أنسة سالي، ضعي زينة الشعر من اللؤلؤ التي اشتريتها لك. حضر أنسة منشن. حسنا، كل شيء جاهز، والآن قفوا بالدور. هيا. أنا أولا. أنسة سالي، كل عام وأنت بخير. بيتر، يمكنك الآن أن تخرج. حاضر. أنستي، لقد اشتريت هذا من السوق بمناسبة عيد ميلادك. ما ألطفك. شكرا لك بيتر. ما هذا؟ آلة موسيقية. ترى من أين يمكن أن يكون بيتر قد حصل على هذه الهدية الثمينة؟ هيا بيتر، بك، اذهبا بسرعة. إذا سمحت آنسة. نعم آنسة كروي. ألا يستطيع بيتر وفيك البقاء هنا لحضور الحفلة؟ ماذا؟ لا آنستي. وفيك أيضا، صنعت لي دبوسا وأهدتني إياه، ما المانع أن يحضر؟ أود أن أتجوز فيك وبيتر أيضا إلى الحفلة، أرجوك يا أنسة منشن من أجل خاطري. هل هذا معقول؟ شدوا، هذا يكفي. عزيزتي سالي، هذا عطف كبير منك، وبما أنه عيد ميلادك اليوم سأوافق على هذا الطلب بالذات لأجل خاطرك فقط. أنا سعيدة. فيكي وبيتر، يجب أن تشكرا الآنسة سالي. شكرا، شكرا أنسة سالي. شكرا جزيلا. انتبه آنستي، اليوم عيد ميلاد سالي العزيزة. تعلمنا أن العزيزة سالي ستصبح في المستقبل وريثة لمناجم ماس والدها، وستصبح أميرة الماس مثل ما أسميتموها، وأظن أن هذه الثروة العظيمة ستصرف على أمور مهمة ومفيدة للمجتمع مثل المدارس والتعليم، وهذا واجبها. تعني هذا المعهد؟ آمل أن تكن جميعا صديقات حميمات للآنسة سالي. والآن دعونا نعبر عن تهانينا القلبية للآنسة سالي. عزيزتي سالي، عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد. شكرا آنساتي، آنسة منشن وآنسة إيميليا، أشكركما من أعماق قلبي لإقامة حفلة جميلة من أجلي. شكرا جزيلا وشكرا لحضوركم. آه، مدهش.
ما أجمل. آنسة منشن حضر السيد بارو وأدخلته إلى المكتب. أوه السيد بارو، إنه ينتظرك الآن. أنا متأكدة أنه جاء بسبب احتفال سالي، يجب أن ندعوه إلى هنا. سيد بارو لطف منك أن تحضر، ابتدأت الحفلة الآن يا سيدي. آنسة منشن، لم أحضر لأحتفل بعيد ميلاد تلك الفتاة، بل لأخبرك بحالتها الخطرة. ما أجمل هذه القاعة، منزل جميل. نعم قاعة جميلة فعلا. آنساتي أعشاء الحفلة ينتظركن، هيا انطلقن إلى غرفة الطعام. ها هذا مثل غرفة الآنسة، يا إلهي كأنه حقيقي رائع. فيكي لدينا عمل كثير، سأذهب بعد أن أنظر مرة أخرى. يا لك من فتاة، سأسبقك. غرفة الصبي هذه؟ نعم التلاميذ في غرفة الطعام في الطابق الأسفل بسبب حفلة ميلاد سالي. لا أصدق ذلك. كم من النقود صرفت على طفلة كهذه؟ نعم أعني أننا أنت وأنا قد خسرنا نقودنا، أرسلت بيت اللعبة هذا بناء على طلب من والدها يا آنستي. يا إلهي والدها جعلني أشتري أشياء ثمينة لها. ما الذي تقوله يا سيد بارو؟ والد سالي ثري جدا وممول مهم لهذا المعهد، ومهما اشتريت من أشياء ثمينة للحفلة تستطيع أن تعطيه كشف حساب. صحيح، لأن والد سالي مالك لأحد أهم مناجم الماس في هذا العالم يا سيدي. مناجم الماس، أين هي هذه المناجم يا سيدتي؟ لقد قيل إنه في الهند. سيد بارو، قلت إن أشياء خطيرة حصلت للآنسة سالي، أليس كذلك؟ ماذا تريد أن تخبرني؟ هنالك مفاجأة يا آنستي. مناجم الماس لا وجود لها سيدتي. ماذا تقول؟ آنسة منشن، السيد كروي قد وضع جميع نقوده في منجم ضعيف لا ينتج الماس وأفلس. ماذا هذا؟ مستحيل. ليجعل الأمور أصعب، لقد مات بسبب الحمى في داخل الهند ولم يترك شيئا. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ مات؟ أختي. آنسة منشن، أحضر الماء بسرعة. هيا يا إيميلي أحضر الماء. حسنا. أنا أحسن حالا الآن. من الطبيعي أن تفاجئي آنسة منشن، كم من مرة أرسلت برقيات إلى الهند ولم أستلم ردا عليها، لكن الآن عرفت بمصير الرجل ويجب أن أعمل جهدي. أختي، سأخذ هذا الشيء الثمين غدا، والأشياء الثمينة الأخرى سأخذها معي غدا صباحا.
رب. يا لها من مصيبة. إيميليا، ستخبرينها أن والدها مات وأنها أصبحت مفلسة، هذا مفهوم؟ إيميليا، هذه الفتاة المفلسة تأكل وتشرب بدون أي مقابل، وتلبس ثوبا ثمينا اشتريته أنا بنقودي الخاصة لحفلتها. إيميليا، أخبري الفتاة بكل شيء وترضيها من المعهد الآن وفورا. أوه لا، أنت دائما تجبريني لعمل الأشياء غير المسرة. اذهب الآن إيميليا، هيا. فيكي، منذ متى وأنت تحت هذه الطاولة؟ أنا اخرجي بسرعة، هيا. سامحيني. لماذا كنت هنا؟ أخبريني ماذا تفعلين؟ كنت أنظر إلى بيت اللعبة. أكملي. ثم سمعت صوتكم، ولهذا اختبأت تحت الطاولة، أليس كذلك؟ نعم. كنت هنا طوال الوقت واستمعت سرا إلى محادثتنا. سامحيني أرجوك، لم أسمع، ولكن لم يكن لي مجال آخر. أنا آسفة للآنسة سالي، أريد أن أطلب منك خدمة، أريد أن أطلب ألا تطردي الآنسة سالي. سأفعل أي شيء للآنسة سالي أرجوك. لا أبدا، أخرجي من الغرفة وإلا جعلتك تخرجين من المكان كله. أخرجي. إذا كنت لا تريدين أن تغادري المكان ابدأي العمل حالا. نعم أنسى من شن. إيميليا تعالي معي. نعم حاضر. ماما سالي، هذه هديتي لك. ماذا؟ أعددت لك ما تحبين. ما أجمله، شكرا لك لوتي. عفوا ماما، عفوا ماما. سالي، والدي أرسل هذا لي وأنا أقدمه لك هدية. شكرا أرمينغارد. هذا يكفي، انتهت الحفلة. سالي. نعم أنسى منشن. هناك شيء يجب أن أخبرك به عن والدك. ماذا؟ عن أبي؟ لقد مات. ماذا؟ لقد عرفت الآن أن والدك مات بالحمى في الهند. هذا كذب، كذب. هل تظنين بأنني سأكذب عليك؟ المحامي بارو استلم برقية من الهند، أخبره بذلك. من الهند؟ بالإضافة إلى أن مناجم الماس التي يمتلكها تبين أنها بدون فائدة، وبهذا يكون والدك قد مات بدون أن يترك لك فلسا واحدا، هل تعرفين ذلك؟ لا، لا أصدق أن والدك مات، لأنني استلمت رسالة منه يخبرني بها أنه بخير. لا، لا أصدق. سالي، أنت لست بعد الآن وريثة لمناجم الماس أو غيرها، ستتركين المعهد، أنت مطرودة. هيا اخرجي، انت مطرودة. سالي، سالي.
هدوء، هذا يكفي. آنستي، لا شيء يدوم. فللأسف سعادة سالي تحولت إلى شقاء بعد أن أتى خبر وفاة والدها، وانقلب حالها من طفلة مدللة إلى خادمة تعيش بين أحضان البؤس.